زي ما اتكلمنا في البداية أنه مهرجان العالمين بيتمتع بفعاليات كتيرة جدا ومتنوعة في نسخته الثانية في نورث سكوير بالساحل الشمالي. لو هنتكلم على فعاليات الرياضة بشكل خاص، خليني أقول أنه في فعاليات متنوعة كتيرة جدا، لكن في فعالية جديدة وهي رياضة الجودو، وهو ما أعلنه اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، حاجة جديدة هتنضم لفعاليات المهرجان. خلينا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر منه، هو معانا عبر الهاتف. مساء الخير على حضرتك وبرحب بيك. مساء النور، أنا برحب بحضرتك وشكرا على الاستضافة. أهلا بيك يا كابتن مرزوق. يعني كابتن مرزوق خليني أقول هو رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو. أول حاجة أنا بحييك على ضم يمكن هذه الرياضة الهامة جدا لفعاليات المهرجان، وخليني أسألك عن عدد الدول المشاركة في هذه النسخة. هو بس احنا في البداية لازم نشكر الدولة المصرية ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي احنا سميناها مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة. احنا دي النسخة الثانية لينا، لان احنا اقمنا البطولة العربية للجودو السنة اللي فاتت في الموسم الاول للعالمين. انا مش عايز اقول لحضرتك كم الابهار والسعادة اللي ظهرت على الوفود العربية والدول العربية اللي شاركت في البطولة، من السحر والجمال اللي شافوه في المدينة ومن الاحتفالات ومن الموسم اللي كان حاصل فيه. فكان طلب من جميع الدول العربية ان البطولة دي تبقى سنويا تقام في العالمين. فاحنا كان عندنا مكتب تنفيذي في العالمين السنة اللي فاتت، وخدنا قرار ان البطولة تقام في العالمين بصفة دورية. هدفها احنا الرياضة لازم نستغلها كمان في الجزء الترويجي للسياحة المصرية. الموضوع الرياضة مش هدفها رياضة فقط، ممكن نستغلها كمان في الجزء الترويجي للسياحة، ونوري الناس معالم بلدنا، ونوري ازاي مدينة العالمين اصبحت عاصمة السياحة في العالم. فاحنا من اول ما خدنا القرار السنة اللي فاتت، فالسنة دي البطولة هتبدأ ان شاء الله في 24/8. اغلب الدول كلها ابلغتنا ان هي مشاركه باعداد كبيره جدا، اغلب الدول العربيه كلها مشاركه السنه دي. احنا بنستعد بالتعاون مع الشركه المتحده، اللي انا عايز اوجه لهم الشكر كبير جدا جدا، والتعاون مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا نعمل بطوله انجح من السنه اللي فاتت كمان، لان البطوله السنه اللي فاتت كانت يعني كانت تنظيم رائع، كانت مشاركه كبيره جدا، الناس كلها اشادوا بالتنظيم وبالمدينه. فان شاء الله احنا السنه دي مستعدين جدا، وهننظم حدث يليق بمدينه العالمين الجديده يعني. طب احنا بقى يعني هنا في مصر اللاعبين بتوعنا مستعدين ازاي؟ كم عدد اللاعبين؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، بنستعد ازاي لهذه البطوله؟ هي حضرتك دي بطولة احنا بنعملها بطولة عربية للأندية، عشان يشارك فيها أكبر عدد ممكن من اللاعبين وأكبر عدد ممكن من الدول. مش بطولة منتخبات يشارك عدد قليل، لا، دي جميع الدول. السعودية بتشارك بخمس ست أو سبع أندية، الإمارات بتشارك بسبع ثمان أندية، الكويت بتشارك، يعني بنفتحها للناس كلها عشان يشارك أكبر عدد من اللاعبين. وكمان فيها أعمار مختلفة، احنا السنة دي بادئين من أول سن 12 سنة لغاية سن 18 سنة. احنا عندنا ثلاث مراحل في البطولة، مرحلة البراعم ومرحلة الأشبال ومرحلة الناشئين. احنا عندنا كم نادي مصري مشارك؟ لا احنا كتير جدا، احنا الأندية لغاية النهاردة كده حوالي 15 أو 18 نادي، لغاية من ساعة ما أعلنا من 15 ل 18 نادي. أنا متوقع إن هم هيزيدوا أكتر من كده بكتير كمان إن شاء الله. هل في دول خليني أقول غير عربية مشاركة؟ لا احنا لسه بنفكر ان الموسم اللي جاي ان شاء الله، دي لسه حضرتك يعني احنا كنا بنفكر ان احنا نفتح الموضوع شويه، ما تبقاش بطوله عربيه بس، تبقى هنعمل بطوله العالمين الدوليه. ان احنا نفتحها لكل الدول. وانا اتكلمت، انا بصفتي عضو في لجنه التطوير في الاتحاد الدولي، اتكلمت مع بعض رؤساء الاتحادات الدوليه في اوروبا وفي اسيا، ابدوا اعجابهم ان هم ممكن يشاركوا معنا السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن مرزوق يعني احكي لنا كده عن رايك في الفعاليات الرياضيه المختلفه اللي بيتمتع بيها المهرجان السنه دي. بص حضرتك، انا حضرت السنه اللي فاتت، الموضوع
مبهر. انا عن نفسي ما كنتش عارف الموضوع، ما كنتش متخيل ان احنا عندنا، لان احنا كلنا عارفين مدينه العلمين، المدينه اللي كان فيها الغام، المدينه اللي كان فيها حرب، هو ده اللي كان كل الفكره عندنا. لما رحنا من اول ما نزلنا المدينه الناس كم الابهار، الناس مش مستوعبه ان في مدينه بالجمال ده. انت حضرتك من اول ما بتوصلي لغايه بالليل كلها فعاليات، بتروحي في اي مكان بتحسي بالفعاليات بتاعه المهرجان، بالليل الحفلات، الناس بتخلص الجزء الرياضي بتاعها والبطوله بتاعتها، بتنزل بالليل تروح الحفلات وتشوف الاماكن السياحيه، بينزلوا على بيشوفوا كل المناطق الجميله اللي هناك. لا يعني انا بجد انا فخور بدولتنا، فخور بالسيد الرئيس، حجم الانجاز وحجم البنيه الانشائيه اللي حصلت في البلد. بجد مدينه انا اطلقت عليها السنه اللي فاتت مدينه السحر والجمال، وهي تستحق يعني. ده حقيقي. طيب كابتن مرزوق، يعني خليني اسالك كده من غير احراج، ايه النادي اللي انت بتراهن عليه السنه دي يجيب لنا الذهبيه؟ ما ينفعش تخرج بره مصر. لا يعني احنا عندنا الحمد لله الجودو دلوقتي بقى كم نادي، خليني اقول بلاش نادي معين. احنا الجودو براند كبير جدا موجود دلوقتي، بقى يمارس في جميع الانديه، وبقى في الاكاديميات الخاصه وفي الانديه الخاصه كمان. فاحنا الموضوع في عشان عندنا كذا فئه عمريه، فانا اتمنى ان كل الانديه المصريه كلها تكسب. بالنسبه لي كلهم، انا رئيس اتحاد للانديه كلها في مصر، فاي حد يكسب هو بالنسبه له بيمثل مصر. ونتمنى الناس كلها تبقى ماشيه مبسوطه، والاحتفاليه تطلع حاجه تليق باسم مصر، لان زي ما قلت لحضرتك ان هي خلاص بقت براند معروف، ان هو بطوله عربيه في العالمين. خلاص الموضوع بقى معلق مع الناس، والناس بتستنى الحدث ده كل سنه يعني. اكيد. هل في تجهيزات معينه بيتدربوا عليها اللعيبه؟ خليني اقول عدد ايام معينه بيتمرنوا فيها قبل البطوله، تجهيزات مختلفه يعني؟ كل الناس ابتدت من اول ما اعلنا، كل الناس دخلت في معسكرات مغلقه، وكل الناس بتستعد بقوه، لان البطوله هتبقى قويه جدا السنه دي، لان الاعداد هتبقى اكتر بكتير من السنه اللي فاتت، لان الناس في ناس ما اشتركتش السنه اللي فاتت، فلما شافوا ان البطوله مذاعه جميع الايام البطوله، والناس كل الناس بتشارك في الفعاليات بتاعه الموسم، وكل الناس استمتعت بالحدث وبمدينه العالمين، فالناس السنه دي كلها مستعده كويس جدا، وبداوا في معسكرات مغلقه وبيستعدوا للبطوله بقوه يعني. احنا اكيد بنتمنى كل التوفيق لكل النوادي المشاركة في طبعا هذه البطولة، وبالأخص طبعا خليني أقول هنحاز أكيد للنوادي المصرية. كل الشكر ليك الكابتن مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو.